عبد الصمد، هل من جديد؟ نعم عبد الله، لاعب فريق اتحاد العاصمة يسعدون الآن في هذه الأثناء إلى حافلتهم التي ستقلهم إلى مطار وجدة أنقاد، هناك حيث سيقلعون في تمام الساعة الثانية إلى مطار الهواري بومدين في العاصمة الجزائر. إذا لاعبو اتحاد العاصمة في هذه الأثناء وكما تشاهدون يسعدون إلى الحافلة ويحملون أمتعتهم في الحافلة التي ستقلهم كما قلنا إلى المطار متجهين صوب الجزائر. عبد الله، الفريق انسحب رسميا وبالصوت والصورة، اتحاد العاصمة خارج المسابقة القارية ونهضة بركان إلى النهائي وإلى اللقب الثالث إن شاء الله. عبد الله، الأجواء الآن كما تشاهد هناك حضور إعلامي كبير لمواكبة مغادرة اتحاد العاصمة لأرضية الملعب. الفريق لم يصعد أصلا إلى أرضية الملعب، ولا حتى المسؤول عن الأمتعة صعد، ولا حتى الكرات التي تستعمل في الحصة التسخينية لم تكن أيضا موجودة على أرضية الملعب. قبل ساعة من المباراة كانت كل المؤشرات تشير إلى أن الفريق سينسحب من هذه المواجهة، وما نشاهده الآن ما هو إلا تأكيد لما توقعناه وما كنا نتحدث عنه، عن نية الفريق الانسحاب ابتداء من الاجتماع التقني الذي عقد بأكاديمية نهضة بركان، حيث وقع أو طلب مسؤولو فريق اتحاد العاصمة تقديم اعتراض على قميص نهضة بركان. الاعتراض رفض من الكاف لكن سجل في أحد التقارير، لكن الآن وبالصوت والصورة وبما نشاهده الآن بأولى عينينا اتحاد العاصمة ينسحب واللاعبون يتوجهون صوب الحافلة. عبد الله، نعم، لازلنا نتابع في تأكيد لكل الصور القادمة من مدينة بركان، وبالتحديد كما قلنا سابقا من الملعب البلدي، صور يعني التحاق لاعبي اتحاد العاصمة بالحافلة التي ستقلهم إلى مطار وجدة أنقاد ومن ثم إلى مطار الهواري بومدين في العاصمة الجزائر. هذا الفريق الذي حل في المغرب يعني مساء الجمعة 10 دقائق فقط في المطار، أو ربما بين 10 دقائق و 20 دقيقة كانت كافية لخروج البعثة الجزائرية من مطار وجدة أنقاد. نتابع الآن صور التحاق لاعبي فريق اتحاد العاصمة بالحافلة تأهبا لعودتهم لبلادهم. تفضل عبد الصمد. عبد الله، اللاعبون الآن كما تشاهدون بعدما صعد الطاقم التقني اللاعبون الآن يسعدون إلى الحافلة. الصور التي نشاهدها بعدسة الزميل إدريس بوسرحان، الصورة أبلغ من أي تعبير. عبد الله، نعم، اتحاد العاصمة بعدما انسحب الحافلة ستتوجه بعد لحظة ستنطلق صوب المطار. الأجواء التي نشاهدها الآن هناك تغطية إعلامية كبيرة. عبد الله،